تقاسم مشترك يجمعهم اللحية والشاربان. أكثر من 200 مشترك من 20 بلداً اجتمعوا في ألمانيا للاشتراك في البطولة العالمية للحية والشاربين عن فئات عدة، ومن بينها أجمل شارب وأفضل سوالف واللحية العصرية واللحية الخارجة عن المألوف. I'd come and have a look. I decided to take my beer globally and see if I could do anything over here. المتبارون قصدوا ألمانيا لإظهار اللحى والشوارب التي اعتنوا بتربيتها على مدى سنوات في خلال هذا الحدث الذي ينظم مرة كل سنتين، ويبقى على لجنة الحكم اختيار من تراه الأجمل بلحيته الغريبة وشاربيه الطويلين المسرحين على أشكال فنية لنيل الجائزة.